مضى يومكم سكلين مع وقف التنفيذ، والنتيجة أزمة نفايات بدأت تغرق بها شوارع بيروت وضواحيها بعدما أوقفت الشركة أعمال جمع النفايات نظرا لامتلاء المعامل وعدم قدرتها على استيعاب النفايات التي كان يفترض أن تطمر في مكب النعم المقفل أمامها منذ يوم الجمعة الماضي. وفي السياق، أشارت مصادر سكلين إلى أن الحل لمسألة النفايات المكدسة هو إما بإعادة فتح مطمر النعم أو بإيجاد بديل عنه. وتعليقا على الأزمة المضافة إلى أزمات التعطيل السياسي، قال الرئيس ميشيل سليمان عبر تويتر: السياسة في الشارع والنفايات إلى الشارع، والشارع يستغيث لا للتعطيل. نبدأ من جريمة جديدة هزت منطقة نيو روضة في المتن الشمالي بعيد ظهر اليوم، حيث أطلق المواطن وهان توفوليان 51 عاما النار على زوجته رأنون من دون أن يصيبها، ليعود ويطلق النار على رأسه ما أدى إلى مقتله. وبحسب المعلومات فقد نقل الزوج إلى مستشفى مار يوسف، لكنه ما لبث أن فارق الحياة. وقد ضربت القوى الأمنية طوقا حول المكان فيما حضرت الشرطة العسكرية وباشرت التحقيقات. وذكرت معلومات صحفية أن هناك خلافات بين الزوجين منذ مدة، لكنها ليست جوهرية على حد تعبير بعض الجيران الذين تحدث أحدهم عن اضطرابات نفسية يعاني منها الزوج منذ سنتين بعد إصابته بجلطة دماغية. وإلى الشارع ننتقل مع مشهد تراكم النفايات وفيضانها على الطرقات خارج المستوعبات مباشرة مع الزميلة ألين حلاق. ألين، إذن النفايات تغزو الشوارع، حدثينا أكثر عن هذا المشهد الذي شاهدناه منذ فترة في لبنان والآن يبدو أنه يتكرر من جديد. ألين؟ أي نعم، معك كريستين. إذن ألين، يبدو أن هذا المشهد، مشهد النفايات التي تغزو الشوارع، يتكرر في لبنان مجددا، حدثينا عن هذا المشهد. بالفعل كما قلت كريستين، فإن شوارع قد امتلأت بالنفايات منذ ساعات الصباح الأولى، لأن سكرين امتنعت، أو بالأحرى قالت مصادر بسكرين أنها لن تجمع النفايات ولكنها ستكتفي بالكنز. ولفتت المصادر إلى أن السبب في عدم جمعها النفايات أن معامل النفايات قد امتلأت ولا تستطيع أن تستوعب أكثر من ذلك لأن مطمر النعم قد أقفل. وأكدت أنها لن تدخل المناقصة الأخيرة لأن المطلوب في شروط ودفاتر المناقصة الأخيرة أن يكون لدى الشركات المتقدمة إلى المناقصة أراض للمطمر. لكن على ما يبدو كريستين أن هذا نوع من الضغط على الدولة، لا سيما وأن مجلس الإنماء والإعمار هو من يدفع لشركة سكرين، هنالك نوع من الضغط لإعادة عمل مطمر النعم بشكل أو بآخر أو مطامر أخرى في عدد من المناطق اللبنانية، وهو ما يرفضه مجمل الشعب اللبناني. وبالطبع هنالك حلول أخرى إذا ما نظرنا إليها، كما قال الوزير محمد المشتوق أن هذا الموضوع يجب أن يطرح على جدول بعيدا عن الحساسيات السياسية. ولذلك وكما طرحنا في تقارير سابقة، فإن الحل كما نعرفه جميعا هو بإقامة معامل للنفايات في كل الأقضية اللبنانية. أما الآن فإن المنظر مخيف جدا خلفي كما ترون جميعا، وطبعا هذا المنظر معمم في مختلف المناطق اللبنانية. النفايات تملأ الطرقات وقد تسوء الحالة وصولا إلى الليل، فنرجو أن يكون هنالك حل من الحلول لكي تجنب اللبنانيين مزيد من النفايات أيضا ومن الأزمات. كريستين، هذا كل شيء، نعود إليك. شكرا ألين. إذن هذا هو المشهد عندما تدخلون إلى بيروت من مدخل المطار، النفايات متراكمة في كل الأماكن. وزير الصحة وائل أبو فعور يلتقي وفدا من أهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش لإطلاعه على نتائج زيارتهم لعرسال، والوصفة الطبية الموحدة تبصر النور الشهر المقبل. زار وفد من أهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش وزير الصحة وائل أبو فاعور لإطلاعه على آخر المستجدات المتعلقة بقضية أبنائهم ولوضعه في أجواء زيارتهم الأخيرة إلى عرسال، في محاولة منهم لمعرفة أي جديد حول مصير أبنائهم. موعودين بالأيام القليلة القادمة بحركة إيجابية، رح ننتظر الأيام اللي جاية قبل ما نقوم بأي تحرك. ما انتهت القصة هون وما انتهت القضية هون، مكملين مع أصحاب الأيادي البيضاء
وعطينهم مجال كتير واسع وعطينهم ثقة كتير كتير كبيرة، خاصة لمعالي الوزير وائل أبو فعور ولوليد بيك جنبلاط. كان لنا ردة فعل نحن كأهالي، وتوجهنا على أرسال لعند بعض أوادم وفعاليات أرسال اللي كان عندنا توقعات إنه قادرين يساعدونا أو يفيدونا، لكن للأسف من خلال كل الاتصالات اللي عملناها وكل المحاولات بقت بالفشل، على أمل بأنه في وعود بأنه يتم تأمين اتصالات أو تطمينات أو زيارات. هذا وقد عقد الوزير أبو فعور مؤتمرا صحفيا في الوزارة أعلن فيه عن اقتراب موعد تطبيق الوصفة الطبية الموحدة. أولا تم الاتفاق على أن يصدر قرار من وزارة الصحة بأن يكون 10 من آب هو يوم بدء تطبيق الوصفة الطبية الموحدة. نقول ب10 آب ببلش العمل، معناها أي وصفة طبية أخرى غير الوصفة الطبية الموحدة لا يمكن أن تقبل في الصيدليات، وبالتالي لا يمكن أن يرفع بدلها في المؤسسات الضامنة، ولا يمكن أن يتم الاعتراف بها في وزارة الصحة وبالجهات الضامنة والمؤسسات التي تتعاطى بمسألة الدواء وتغطية الدواء للمواطنين أو للموظفين لديها. تم الاتفاق عليها أيضا هو أنه تم تشكيل لجنة متابعة، سبق وأعلننا عنها ولكن اليوم نؤكد هذا القرار، لجنة متابعة تطبيق الوصفة الطبية الموحدة. هذه اللجنة بتضم وزارة الصحة، ضمان الاجتماعي، تعاونية الموظفين الدولي، نقابة أطباء بيروت، نقابة أطباء الشمال، نقابة الصيادلي، نقابة المستشفيات، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، وأمن الدولي. واعتبر أبو فعور أن إقرار الوصفة الطبية الموحدة ستكون نموذجا على الاهتمام بمصلحة المواطن في ظل الانهيار الذي تشهده الدولة. إلى ذلك أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن نتائج زيارته الأخيرة للدوحة كانت إيجابية، مشيرا إلى أنه ثبت خلالها مع المسؤولين القطريين المعنيين الصيغة التي كان قد جرى التوصل إليها للإفراج عن العسكريين اللبنانيين 16 لدى النصرة. وكشف إبراهيم في حديث للسفير أن القطريين أبدوا انزعاجهم من التعامل السياسي والإعلامي مع ملف المفاوضات، مؤكدا ألا صحة لكل المعلومات التي تحدثت عن دفع أموال للخاطفين، معتبرا أن ما ينشر في هذا السياق هو مجرد استنتاجات وتكهنات. وحول شروط أبو مالك التلي الجديدة لسيما تجزئة الملف، أكد إبراهيم أن لبنان رفض مبدأ التجزئة منذ اللحظة الأولى للمفاوضات، وهذه النقطة قد تجاوزناها بمساعدة القطريين على قاعدة شمول صفقة العسكريين 16 دفعة واحدة. هل من جديد في قضية التشيكيين 5 المختطفين مع مرافقهم اللبناني في كفرية في البقاع الغربي منذ السبت؟ التفاصيل مباشرة مع الزميلة رشال كرم. إذن رشال، هل من جواب على هذا السؤال؟ هل من معلومات جديدة حول مصير التشيكيين واللبناني الذي كان يرافقهم؟ كريستين، قد تكون التطورات أكثر هي تشيكية مما هي لبنانية، بحكم أن المصادر اللبنانية تتكتم كثيرا على هذه القضية، ولكن علمنا بأن والد طعان قد تقدم اليوم بشكوى لدى المخفر لفقدان ابني 24 ساعة أكثر من فقدان هذا الشخص، وبالتالي تم تقديم هذه القضية. عدا عن ذلك علمنا بأن وزير خارجية تشيكيا كان قد ذكر لإحدى المحطات التشيكية بأن هناك تعاون ليس فقط مع الاستخبارات اللبنانية ومع السلطات اللبنانية، ولكن يجري أيضا التعاون مع استخبارات أخرى عربية ليكون هناك تعاون بينها وبين السلطات اللبنانية والتشيكية لمعرفة تفاصيل هذه القضية وما آلت إليه التطورات في 48 ساعة الماضية. كذلك وهنا كانت المفارقة بأن محامي الدفاع علي فياض أو علي طعان، أيضا المعروف بعلي طعان، فلاديمير ريسيكا، يدعى فلاديمير ريسيكا، هو تشيكي، ذكر أيضا بأنه أبلغ موكله أي اللبناني الموجود في السجون التشيكية بأن تم اختطاف شقيقه وأيضا المخطوفين 4 التشيكيين، ونقل عنه بأن علي تفاجأ بهذه القضية واعتبر أن لا يجوز أن يكون هناك رابط بين قضيته وقضية اختطاف شقيقه والتشيكيين بقضيته المرتبطة بتشيكيا وأيضا الولايات المتحدة، التي سوف أذكر بعض المعلومات في هذا الموضوع، ولكن هو فقط يريد أن يكون هناك مسار قضائي طبيعي في تشيكيا في هذه القضية ولا رابط بين عمليات الخطف في لبنان وعملية توقيف. في هذا الإطار لابد من
بعض نقاط الاستفهام، وهذا أيضا ما لاحظناه في حديث محامي الدفاع التشيكي، قال بأن المحامي الموجود بين المخطوفين كريستين هو أيضا محامي كما بات معلوما علي فياض اللبناني، وهو قد زار لبنان أكثر من مرة، وبالتالي هناك بعض الأسئلة، إذا كان هذا الشخص أو المحامي قد زار لبنان أكثر من مرة لتدعيم القضية بحسب المعلومات قضية موكله، طبعا ما دخل أن يكون هناك قبل يوم من عملية هذا الاختطاف؟ علمنا بأنه كان هناك محاولة لدخول عرسال ولكن لم يتمكنوا من دخولها، فاستقبلهم رئيس بلدية اللبوة لأكثر من 3 ساعات. لماذا هذه القضية؟ يعني إذا كان فعلا هو أتى إلى لبنان لتدعيم قضية علي فياض، لماذا يتوجه إلى عرسال ومن ثم إلى اللبوة؟ وفي اليوم التالي أيضا علمنا بأنه تم إجراء مقابلة مع إحدى الشخصيات السياسية البقاعية، بحكم أن الكاميرات كريستين طبعا تم تفريغها لدى الأجهزة الأمنية، وبالتالي هناك الكثير من نقاط الاستفهام. سوف نحاول في نشرة الساعة 8:30 المسائية أن يكون هناك تفاصيل أخرى ويعني تدقيق في هذه المعلومات على نظرتها طبعا. شكرا رشال لاستقصائك. في بلدة سروج التركية الحدودية قتل أكثر من 25 شخصا وأصيب العشرات في انفجار هز البلدة الكائنة جنوب شرق تركيا. وفيما لم يعرف حتى الساعة سبب الانفجار، أفادت المعلومات بأن التفجير وقع أمام مركز ثقافي في المدينة، ورجحت وسائل أعلام تركية أن يكون التفجير ناجما عن انتحاري استهدف متطوعين كانوا ينوون العبور إلى عين العرب كوباني غربي كردستان للمشاركة في نشاطات إعادة الأعمار. وقد تجمع المتطوعون أمام المركز للمشاركة في نشاط نظمه اتحاد الشباب الاشتراكي. قتل قيادي تونسي وخمسة إرهابيين أجانب من تنظيم الدولة الإسلامية في غارة جوية قرب مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات المقاتلة أصابت سيارة كانت تقل إرهابيين أجانب قرب قرية تسمى فوج الميلبية في الريف الجنوبي للمدينة، من دون أن يعرف ما إذا كانت المقاتلات تابعة للجيش السوري أو التحالف الدولي. أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشين بات عن اعتقال 4 فلسطينيين زعم أنه يشتبه بانتمائهم إلى خلية عسكرية لحماس قد تكون متورطة بقتل إسرائيليين الشهر الماضي في الضفة الغربية المحتلة. ونشر الشين بات أسماء 7 فلسطينيين متهمين بالتخطيط للاعتداء وتنفيذه، والذي أسفر عن مقتل إسرائيليين وجرح 3 كانوا معه في السيارة. ومن بين المتهمين 7، 4 باتوا قيد الاعتقال لدى سلطات الاحتلال، في حين أن الخامس ويدعى أحمد نجار موجود في الأردن وهو متهم بالتخطيط وبتمويل الهجوم من هناك. وأشار الجهاز إلى أن المتهمين الآخرين معتقلان لدى السلطة الفلسطينية. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية 6، وينتظرون تصويتا منفصلا لمجلس الأمن للموافقة على صياغة النص النهائي. يتصدر الملف النووي الإيراني بعد إبرام الاتفاق بين مجموعة 5+1 وطهران القضايا الإقليمية والدولية التي يبحثها مجلس شؤون الخارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعه الشهري في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقد استهل وزراء خارجية الاتحاد اجتماعهم بمناقشة مستجدات الوضع في ليبيا بعد توقيع أغلب أطراف النزاع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق السلم والمصالحة، إضافة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس وسبل زيادة دعم الاتحاد الأوروبي لها. وعلى هامش مشاركته في الاجتماع، لفت وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى أن الوزراء المجتمعين سيقيمون الاتفاق الذي جرى بين السداسية الدولية وإيران في فيينا وسبل تنفيذه. صحيح أن الاتفاق بين الدول الست الكبرى وإيران يحول دون امتلاك طهران للسلاح النووي، إنما يسمح لها بامتلاك قدرات نووية سلمية، ونأمل بإيجاد الحلول لشتى الأزمات في المنطقة وسبل دعمها في مكافحة الإرهاب. وبالتزامن دافع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن الاتفاق النووي مع إيران معتبرا أنه أحسن من بديله. أعتقد أنه لو لم يكن هناك اتفاق كنا سنواجه إيران المسلحة بسلاح نووي، وذلك سيضع الغرب أمام خيار رهيب يتمثل إما بالسماح لها بذلك أو بالإقدام على عمل عسكري، لذا فإن هذه النتيجة هي الأفضل. يجب أن لا نكون سذجا أو مغمضي العينين بأي طريقة إزاء النظام الذي يتعامل معه. الحلفاء الدوليون ليسوا مغمضي العينين وسيواصلون ممارسة الضغوط على إيران وسياستها في المنطقة.
إلى ذلك، أحالت وزارة الخارجية الأمريكية رسمياً إلى الكونغرس النص الكامل للاتفاق النووي مع إيران، والذي يتوجب على مجلسي الشيوخ والنواب التصويت عليه خلال 60 يوماً. وأمام الكونغرس الذي يسيطر الجمهوريين على غالبيته، تستبعد مصادر إقرار الاتفاق أو عدم الموافقة عليه. وفي حال عدم الموافقة عليه، لن يكون بالإمكان إلغاء العقوبات الأمريكية على إيران كما وعدت واشنطن مقابل التنازلات التي قدمتها طهران في الاتفاق. أهلا بكم من جديد. لفت النائب الممدد له آل عون إلى أن تكتل تغيير والإصلاح سيحدد في اجتماعه غدا موقفه النهائي من جلسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الجلسة الأخيرة انتهت بتفاهم يجب أن يطبق على أن يبدأ النقاش بآلية عمل الحكومة. وأكد عون في حديث إذاعي أن التيار على جهوزيته في حال اضطر للقيام بأي ضغط سياسي أو شعبي لمواكبة مجريات المفاوضات التي ستحصل، متوقعا أن يشهد الملف خواتيم سعيدة. ولفت إلى أن موضوع يجري النقاش فيه والأمور تسير بشكل متوازن وقد نصل إلى حلول. أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند سيستقبل بعد ظهر اليوم النائب الممدد وليد جنبلاط، وأفيد بأن تيمور جنبلاط سيرافق والده في الزيارة بناء على طلب أولاند، وسيكون هذا اللقاء مناسبة للبحث في آخر التطورات الإقليمية بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران وارتداداته على لبنان. وفي جدة استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مساء أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في قصر السلام. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع على الساحة اللبنانية. وأعرب جعجع عن شكره وتقديره للمملكة على ما يجده لبنان وشعبه من دعم وحرص على أمنه واستقراره في مختلف الظروف. وحضر اللقاء ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وعدد من الوزراء ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان. في جدة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض فتاتين للمضايقات أثناء سيرهما في منتزه في العاصمة السعودية، حيث تجمع حولهما حشد كبير من الشبان. الفيديو أثار غضب الناشطين الذين استنكروا هذا العمل وجددوا مطالبتهم بإقرار قانون التحرش في البلاد. ولاحقا أعلن القبض على أحد الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، والذي اعترف بأسماء من كانوا معه، وسيصار إلى القبض عليهم بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لمدينة مكة المكرمة على تويتر، إشارة إلى أن أمير منطقة مكة كان قد وجه شرطة المنطقة للتحقق من الفيديو ومحتواه وحيثياته. أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن 4 مواطنين إيطاليين خطفوا في ليبيا، وأشارت في بيان إلى أن المفقودين 4 هم موظفون في شركة لأعمال البناء، وخطفوا قرب مجمع تملكه شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز في منطقة مليتا. فتحت المصارف اليونانية أبوابها مجددا اليوم بموجب قرار حكومي بعد إغلاقها 3 أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال. وأفادت وكالة فرانس بريس بأن جميع فروع المصارف اليونانية في البلاد رفعت ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ التاسع والعشرين من حزيران، على أن تبقى القيود على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية. الفيضانات تجتاح الولايات المتحدة وإيران وتودي بحياة 10 أشخاص على الأقل. تزامنا وعواصف ردود الفعل على الاتفاق النووي الإيراني، ضربت العواصف الرعدية الصيفية ولايات أمريكية عدة، ما أحدث فيضانات وأضرارا في الأرواح والممتلكات. فقد تسبب فيضان النهر في ولاية أوهايو الأمريكية بمقتل أم حامل وطفليها كانوا في منزل متنقل على عجلات. وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن الفيضانات اجتاحت المنزل الذي تقيم فيه الأسرة المكونة من 6 أفراد، حيث دفعت السيول الأم واثنين من الأطفال، ما أدى إلى مصرعهم، فيما تمكن الأب واثنان من أولاده من النجاة. وإلى الغرب، حيث باشر سكان في ولاية أريزونا بإصلاح الأضرار التي لحقت بمنازلهم بسبب الأمطار. وقد تسبب الطين المنزلق من الجبال والفيضانات بإلحاق الأضرار بالمنازل جنوبي ولاية كاليفورنيا، كما تسبب بإغلاق طرقات عدة وسد الشريان الأساسي الواصل بين ولايتي كاليفورنيا وأريزونا.
وفي إيران لقي 8 أشخاص حتفهم على الأقل وأصيب 16 آخرون من جراء عاصفة رملية اجتاحت العاصمة طهران وقد بلغت سرعتها 80 كيلومترا في الساعة. وأوضح المسؤول في مركز طوارئ طهران حسن عباسي أن العاصفة الرملية التي حدثت أعقبها رعد وهطول أمطار غزيرة، مشيرا إلى أنها طالت الأسر وهم يتناولون الطعام في الحدائق العامة وأثناء قيادتهم السيارات على الطرقات السريعة. ونفى عباسي وقوع خسائر بشرية في طهران، لكنه أشار إلى أن 8 لقوا حتفهم في جبال مجاورة عندما ضربت الفيضانات القرى الواقعة على الطريق الجبلي، لافتا إلى أن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار جرفت السيارات إلى أحد الأنهر، فيما فقدت 25 سيارة على الأقل. الرئيس الأمريكي قلق على مسلسله بعد مقتل شخصيته المفضلة. Nothing's more hateful than failing to protect the one you love. There's no justice in this world. Not unless we make it. إذا كنت من متتبعي وش Game of Thrones، فبالتأكيد حزنت لمقتل جون سنو في الحلقة الختامية للموسم الخامس من المسلسل الأمريكي الشهير. الحزن على مقتل جون سنو لم يقف فقط عند الجماهير العادية، بل تعداه ليصل إلى البيت الأبيض، وتحديداً الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أبدى امتعاضه لمقتل شخصية جون سنو في المسلسل، إذ أعلن مخرج المسلسل ديفيد ناتر أن الرئيس أوباما سأله عن مقتل جون سنو قائلاً: أنت لم تقتل جون سنو، هل فعلت؟ ليرد عليه المخرج بأن جون سنو ميت أكثر من الموت، ليعاود بعدها الرئيس الأمريكي القول له: أنت تستمر دائما بقتل أفضل الشخصيات لدي. على أوباما الانتظار حتى الموسم السادس ليعلم ما إذا سيبقى جون سنو مقتولاً أم سيعود إلى الحياة، لأنه حتى الساعة فإن منتجي المسلسل نجحوا أمنياً أكثر من الرئيس الأمريكي نفسه، فلا يبحون بأي شيء لأي شخص حتى ولو كان أوباما. كان في النشرة: شوارع بيروت وضواحيها بدأت تغرق بالنفايات بعد امتناع السكليين عن جمعها. أهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش بعد لقائهم أبو فعور. موعودين بالأيام القليلة القادمة بحركة إيجابية. مقتل وإصابة العشرات في تفجير استهدف بلدة تركية عند الحدود مع سوريا. أوباما قلق على لعبة العروش. Nothing's more hateful than failing to protect the one you love. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.